بسم الله. لو راح اتكلم عن افضل كتب اللي اقراها فاكيد من ضمنها كتاب اب الغني اب الفقير، او الاب الغني والاب الفقير. الكتاب اللي واحد اسمه روبرت كيوساكي، والكتاب سهل وبسيط معمول فايت قصه، تحس كانك بتتفرج على فيلم وفي الاخر بتطلع بفوائد كتيره جدا. تمام. الكتاب بيدور ان في واحد شاب صغير وبيبتدي حياته، ووالده عمال يديله نصايح، بس والده مش غني، والده مدرس في الجامعه وكده، بس هو مش غني. وفي صديق ليه ابوه غني، فعمال يديهم نصايح كويسه جدا، فبيبدا يفهم فكره التفكير الغني وتفكير الفقير. يعني ممكن واحد يكون معاه فلوس كتيره بس هو تفكيره فقير، فده هيخلي الفلوس تخلص بسرعه، وممكن واحد يكون مرتبه صغير بس هيقدر يحوش من خلاله. ليه؟ لان التفكير بتاعه مختلف. يعني ممكن يكون واحد مثلا بدأ يشتغل وبياخد مثلا في الشهر 1000 جنيه، تمام، فكان بيجيب فول وطعمية، فالمرتب بتاعه تضاعف بقى 2000 جنيه، فبدأ بدل ما بيجيب فول وطعمية بيجيب مثلا سندوتشات كبدة وسجق، وبدأ يعني، بس في الاخر ما بيحوش، في اخر الشهر بيضطر ان هو يستلف، تمام، فمرتبه بقى 10000 جنيه، تمام، وبرضه بيستلف لان هو بدأ يجيب شاورما، تمام، فمرتبه بقى 20000، تمام، فغير الاستهلاك بتاعه وبدأ يشتري من كنتاكي وماكدونالدز فده الفكرة يعني الأساسية في الكتاب، ان في نوع من انواع التفكير، تمام، مش الفكرة انت بتقبض كام، الفكرة ان انت بتفكر في كام. الغني مش اللي هو بيقبض مرتب كبير، هو اللي مصاريفه والفلوس اللي بيدفعها اقل من اجمالي الدخل، لذلك كل شهر هيحوش مبلغ من المال ده، ممكن يستثمره مثلا، يشتري بيه ذهب، يشتري بيه حته ارض، فبيستثمر فلوسه، كل سنه بيزداد ثراء وغنى. الفقير النفقات عنده اكتر من الفلوس بتاعته، فكل شهر بينتهي وعليه دين، والشهر اللي بعده يجي عليه دين، تمام، فممكن يكون دكتور في الجامعه، تمام، ويكون مرتبه كويس، بس هو كل الشهر، وانا اعرف ناس كده، اعرف واحد مثلا كان مرتبه قد مرتبنا يعني 10 مرات، تمام، وكل شهر لو المرتب بتاعه اتاخر 3 ايام يروح يستلف. ليه؟ هو معود نفسه على مستوى معين، كل ما تجيله زياده يروح مغير المستوى المعيشي بتاعه، وراح ما يقولش ما توسعش على نفسك، وسع على نفسك بس بالمعقول، تمام، فهو كل ما زيد يروح مظبط المصاريف بتاعته بحيث تبقى اكتر من الدخل بتاعه، فلذلك كل شهر بيجي بتلاقي عليه ديون. ففي مشكلة ان احنا اتربينا على السلم الوظيفي، وتربينا ان لو فاتك النمير اتمرمغ في تراب وحاجة زي كده، بس ليه تطلع السلم الوظيفي؟ ليه ما يبقاش انت صاحب السلم الوظيفي؟ وليه ما يبقاش انت ليك شركة خاصة بيك او ليك مشروعك الخاص بيك؟ دايما تفكر هكسب كام وانا نايم، هكسب كام وانا نايم، وما فيش حاجة اسمها ان انا الشركة مضمونة، لا، في اي وقت ممكن الشركة تستغنى عن اي موظف مهما كان، حتى لو كان هو اللي بيروح يتفق على كل المشاريع، ممكن لاي ظرف من الظروف تختلفه يقول لك مع السلامة، فدي يعني ما فيش حاجة اسمها حاجة مضمونة، وما فيش حاجة اسمها ان انا غني لان انا معايا موبايل كذا، الاعلانات دي بتوهمنا بكده، لا، الموبايل لو انت اشتريت موبايل فده احنا كنا درسنا محاسبة واحصاء وحاجات زي كده، كنا بنعتبره اصل، بس لا، ده ما يعتبرش اصل، ده حاجة بتخصم منك لان انت بتفقد قيمتها بعد فترة، تمام، الاصل هو الحاجة اللي هتزيد بعد كده، تمام، يعني لو اشتريت حتة الذهب، الذهب هيغلى فده هيبقى اصل، انما لو انا اشتريت عربية مجرد ان انا ركبتها اول مرة تمنها نزل مثلا 30% لانها بقت مستعملة، فكده ده يعتبر خصومات عليا غير ما احنا كنا فاكرين، تمام، فلو انت اهتميت بالموضوع وبتفكر ان انت تبقى غني، مش معنى غني ان انت تبقى بيل جيتس، بس معناها ان انت ما تشتغلش عشان مال، انت خلاص معاك دخل كويس يكفيك والحمد لله، تمام، فلازم تدرس القواعد المالية، الحسابات، تبقى عارف ايه هي الاصول، ايه الخصوم، تبقى فاهم اللي بيحصل بحيث ان انت تقدر تسيطر على حاجه، تحاول تحوش كل شهر مبلغ من المال ده تستثمره، يبقى موجود احتياطي بحيث لو حصل اي حاجه تستثمر في الحاجات اللي هي ما بتخسرش، ممكن تخش في مشاريع بس تكون انت دارسها كويس، حاول تشتغل عشان تتعلم وتستفاد اكتر، اعرف الفرق بين الاصل والخصوم، تمام، احنا كنا درسنا ان الاصول دي الحاجه اللي انت بتمتلكها، والحاجه الخصوم هي الحاجه اللي عليك، لا، هي الصح بقى، والكتاب بيقول ان الاصول هي الحاجه اللي هتدخل لي فلوس،
تمام، يعني ممكن انا استثمر فلوسي مثلا في بيت بيدخل لي ايجار كل شهر، فده يبقى اصل. تمام، الخصوم هي اللي بتخرج الفلوس من جيب. اشتريت موبايل فقيمته قل، هتقل كل كام يوم بسبب انها بقت مستعمله، او اشتريت عربيه فده خصوم. فلازم تبقى فاهم ان انا عايز استثمر الفلوس بتاعتي استثمرها في حاجه اللي هتدخل لي دخل. التفكير بتاعك هو اللي هيحكم عليك. الفقير بيفكر في ان الوظيفه دي بتجيب لي دخل ويروح صرفها في الاكل والشرب، وهو بالنسبه له مفيش حاجه سول، مفيش حاجه بتدخله فلوس. الطبقه المتوسطه الوظيفه بالنسبه له دخل بيخش في المنفقات والاكل والشرب والملابس والحاجات ديت. الاصول ما عندوش اصول، يعني ما بيشتريش، مش ما عندوش اصل، يعني لا ما عندوش دخل يجيله وهو نايم. تمام، الخصوم اللي عليه زي ما انت عارفين، في فلوس مثلا بتدفع اقساط، في قروض، في قسط العربيه، قسط الشقه، في بطاقات الائتمان، الحاجات دي كلها بتلاقي خصومات بتحصل والشركات عماله تاخد منك فلوس. بينما انت بقى لو غني، الاصول بتاعتك مش الوظيفه، لا اسهم في البورصه، عقارات، ملكيه فكريه. فلو انت عايز تبقى غني ابدا استثمر فلوسك في حاجات زي كده. طب الدخل بتاعك بيجي منين؟ من توزيع الارباح، من ايجارات انت بتاخدها من البيت اللي انت مأجره، ممكن تكون في استغلال ملكيه فكريه. الخصوم مفيش، يعني هو حتى الغني لما بيسافر بيحط المصاريف ديت، يعني سافر اجازه بيتفسح في شرم الشيخ، في باريس، حاجه زي كده، خدعه كده حسابيه المحاسبين بيعملوها، بيروح مدخل المصاريف دي كلها في ان دي مصاريف تبع الشركه، فبتتخصم من الضرايب. تمام، فدي من ضمن الحيل اللي يقلل بها الضرايب، ويبقى الرحله اللي استمتع بيها ديت على حساب مصاريف الشركه، فبتتخصم من الضرايب على السنه هو كان رايح يسافر يجيب شغل، فبيعتبروها مصاريف. طيب انا دلوقتي شغال في شركه، ما تسيبش الشركه، خليك مكمل، بس خلي في بالك ان انت يبقى ليك دخل اخر، بحيث لو حصل لا قدر الله اي مشكله في الشغل يبقى انت عندك حاجه تستند ليها. تمام، يبقى مثلا انت مثلا استثمرت في فلوس، ففي دخل بيجي لك ممكن في يوم من الايام يبقى اكبر من الدخل اللي بيجي لك من الشركه بتاعتك، فانت مكمل في الشركه، وفي نفس الوقت لو حصل لك دروب هتلاقي في دخل بيجي لك، سواء مثلا دخل في مشروع، مثلا بتشغل فلوسك في المكان الفلاني، شاري ذهب ومخزنه بس تطلع الزكا اللي عليه. تمام، بتستثمر في اي حاجه، بس المهم تكون تراعي حلال وحرام عشان ربنا يبارك لك، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا، بحيث ان ما تنزلش نفسك الوظيفه. انا عارف ناس مثلا كانت شغلت 10 سنين في الخليج وحصل دروب هينزلوه، فجاه ان هو مش محوش حاجه خالص، فجاه ان هو هينزل على اي شغلانه حتى لو هيشتغل ايه، المهم ان هو يوفر دخل للعيله. لا، هو المفروض ان هو بيعيش حياته ويبقى مستريح، وفي نفس الوقت محوش مبلغ بحيث لو لا قدر الله حصل حاجه ينزل يلاقي مثلا في مشروع جاهز، في حاجه جاهزه، وربنا ييسر خير. ده من اهم الكتب اللي الواحد قراها، واتمنى انها تنفع الناس، ولو انت استفدت ابعتها لاصحابك او اشرحها لاصحابك، وحاول تقرا الكتاب نفسه، فيه معلومات حلوه ومسلي جدا.